شكرا على الاسئله. نبدا بالسؤال ديال انه واش المريض اللي ما عندوش المرض يمكن له ينقل العدوى لشخص اخر؟ المعلومات اللي مأكده الان كنعاود نهضر وكنعاود نقول باننا هذا الفيروس هذا الصنف جديد كورونا فيروس العائله معروفه قديمه، ولكن هذه السلاله جديده باقي كنعرفوها، هي غادي تكون عندها بزاف المواصفات بحال لي كورونا فيروس الاخرين، ولكن حنا مازال كنزيد نعرفوا. المعطيات اللي كاينه الان هو انه على كورونا فيروس بصفه عامه هو انه كينتقل ملي كيكون شخص مريض، لانه خصو يبدا يسعل ولا يعطس باش كيخرج كيفرز هذاك الجزيئات اللي كتبدا تخرج في الهواء. كاين بعض الحالات معزوله اللي قالوا بانه ملي كان مع اتصال مع شي واحد اللي يحتمل انه هو اللي عاداه، هذاك الشخص الاخر ما كانش مريض، ولكن هذا الشيء باقي ما تبوش. فاللي متبوت دابا علميا على كورونا فيروس بصفه عامه هو انه شخص مريض في حاله مرض عنده علامات المرض كيعاني شخص اخر. بالنسبه للتجمعات اللي تعلن عليها يوم قبل امس من طرف البلاغ الصحفي اللي صدر على لجنه القياده الوطنيه انه كاجراءات اضافيه يمكن في واحد الوقت نكونوا مضطرين اننا نلغيو بعض التظاهرات اللي كيتجمعوا فيها واحد العدد كبير من الناس الا ما كانوش ضروريين. هذا بطبيعه الحال كيبقى قرار ماشي ديال وزاره الصحه، كيبقى قرار وطني بناء على تقييم الخطر اللي كتقوم به وزاره الصحه. حنا كنذكر باننا ملي كنهضروا على المخطط الوطني راه فيه ثلاثه المراحل. هنا باش نرجعوا ما غاديش ندوزوا من النهار الاول عندنا حاله ونوليو ديال النسبه ديال 1% ديال المغاربه عندهم الفيروس، ما غاديش نوصلوا لها. كاين مرحله، كاين المرحله الاولى غادي يكونوا بعض الحالات بحال هكا، وكنا دائما كنصرحوا كنقولوا لسنا في معزل، حالات وافده غادي يكونوا عندنا، فانه غادي يكونوا يمكن يكونوا بعض الحالات، وغادي تكون مرحله ثانيه اللي يمكن حالات عادي شخص اخر او مجموعه اخرين من هذوك اللي دايرين به محتمل كاين. وكاين الحاله اللي تكلم عليها الاخ ديال انه غادي يبدا ينتشر الفيروس، هذيك ماشي من المحتمل اننا غادي نوصلوا لها. فاذا حنا كندبروا المراحل وحده بوحده. فالاجراءات اللي كتخاد راه كتخاد ارتباطا بالتقييم اللي كنديروا ديال المخاطر اللي كنديروا، واللي كنذكر باننا راه ملي بدات هذه الازمه التقييم ولينا كنعاودوا فيه النظر يوميا. فمثلا الاحتمال ديال حاله وافده تدخل، في الاول كنا كنقولوا بانه ملي كانت المعطيات والحاله الوبائيه في العالم كانت على ما كانت عليه، كنا كنقولوا الاحتمال موديري شويه واحد الوقت مع المعطيات اللي كان عندنا وطبقا للمعايير اللي وضعناها، ماشي كنديروا تقييم الخطر غير لا، واحد المعايير وضعناها موضوعيه، بدينا كنقولوا باللي الاحتمال ديال انه حاله وافده تكون عندنا راه طلع ولا الفي. هذه ثلاث ايام ولات معطيات اخرى، منظمه الصحه العالميه براسها ولات عودات التقييم على ضوء المعطيات الوبائيه اللي كاينه على الصعيد العالمي، ولينا حتى حنا قلنا بانه الخطر باش انه تكون عندنا حاله وافده ولا عالي جدا. فاذا هذا بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال اسمحوا لي نرجع ديال لاكارونتين مع لي زون. السيد الوزير تكلم لكم دابا باننا المخالطين ديال المرض ديال المريض اللي تبتات الاصابه ديالو بكورونا فيروس المستجد 2019، اول حاجه هي كنحصيو بصفه دقيقه كاع اللي كان عنده ان كونتاكت مع هذاك الشخص المريض، كان كيكون عندنا محسوب معروف شكون هو بما فيهم اللي ركبوا معاه في الطياره. اذا كان الشخص جا في الطياره واخا انه ملي جا في الطياره ما كانش مريض باش ولكن لتفادي لتحسبا للسيناريو الاسوء كنديروا بانه هذوك اللي جاوا معاه في الطياره حتى هما كانوا دي كونتاكت، حتى هما كانوا مخالطين. المرحله الثانيه كنبداو نديروا التقييم الخطر ديال كل واحد من هذوك المخالطين. عندنا ثلاثه المستويات، مستوى عالي ديال الخطر، مستوى متوسط، مستوى ضعيف، وكل واحد من هذوك عنده واحد الاجراء اللي كيناسب. فبالنسبه اللي عندهم مستوى عالي ديال الخطر بالنسبه للمخالطين كتكون اما لا كارونتين اما لي زومو اوبليغاتوار. شنو هي لا كارونتين؟ لا كارونتين هي كديرهم لشي بلاصه وكتسد عليهم وكتبقى كتراقبهم باش ما يخرجوش ما يدخلوش ما يدخل عندهم حد ما يخرج عندهم حد. هذه انت كدار اذا كنا ما متاكدينش بانه هاد المخالطين يمكن ليهم يوفيو الشروط ديال انهم يتعزلوا وحنا نبداو نمشيو نراقبوهم
وتكون عندهم غرفه فاللي يجلس هذاك المخالط. فلحد الان مازال ما درناش لا كارونتين، درنا ليزومون اوبليغاتوار افيك سيرفيونس ميديكال كما قال السيد الوزير جوج مرات في النهار كنراقبوا الحراره وكنشوفوا الماس، لانه جميع دابا الحالات اللي حسيناهم متوفره فيهم الشروط ديال انهم يكونوا عندهم ليزومون اوبليغاتوار. السؤال الثالث على لو كونترول سانيتير او فرونتيير، كان واش وقعت اون فاي؟ ما وقعتش اون فاي، لان هذا السيد فاش دخل راه ما دخلش مريض. السؤال اللي وضعته قلت له مشى النوبه الاولى كاع للمستشفى ما كانتش عنده الحالات ديال التهاب ديال الجهاز التنفسي. كنعاودوا نقولوا بانه ملي كنديروا كاجراء المراقبه الصحيه على الحدود فراه ماشي باش كنردوا الخطر صفر، باش كننقصوا من المستوى الخطر لادنى حد ممكن. راه ما كاينش ان سيستيم ان فاي، راه كتشوفوا بانه جميع الدول عرفت حالات وراه دايرين مراقبه ودايرين لي كاميرا تيرميك ودايرين السكانير ودايرين المسائل كاملين في سميتو، ولكن راه كنقصوا من الاحتمال ديال الحالات باش يدخلوا يكون عندنا حالات وافده، ولكن هذاك الاحتمال راه عمره ما كينزل للصفر، دائما قائم. داكشي باش كنقولوا بان خاصها تكون عندك شي حاجه اخرى باش تلقى ليك الحالات. شنو هي هذه الحاجه الاخرى؟ هي النظام الوطني للترصد والمراقبه الوبائيه اللي كي فين ما كانت شي حاله مشتبهه بحال اللي وقع دابا، فين ما كانت شي حاله راه مشى للمستشفى، راه ما عارفين حتى داروا معاه الاستجواب فين كنتي ياك ما كنتي مسافر الى اخره، عاد عرفوا بانه طب هذا السيد راه كان مسافر كان في ايطالي وحده من ديك الدول اللي منتشر فيها الفيروس، باش داروا الاجراء اللي عندنا واحد لا بروسيدور يديروه يعزلوه يعتبروه كحاله مؤكده الى ان يثبت العكس تحليله الى اخره. لافيون جاوبنا على المساله ديال 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 الطائره، باننا في الطياره خصنا ناكدوا على واحد القضيه بانه كاينين جوج انواع حتى في الطياره بالنسبه لهذوك المخالطين كنديروا لهم نفس التقييم ديال الخطر، واش الخطر عالي ولا متوسط ولا، لان هذوك اللي كانوا في المكان اللي حدا المريض اللي حدا السيد اللي ديك الساعات ما كانش مريض راهو كيتعتبروا عندهم خطر اعلى، دونك عندهم واحد الاجراء واحد اخر اللي كيناسبهم. مرحبا السيد المدير، هشام عمراني موقع تشكيل. السيد المدير جا في كلامكم ان السيد دخل المغرب ما كانش مريض، والسيد الوزير قال بانه دخل نهار 29 في الشهر البارح بجوج، فاذا بها ثلاثه ايام ظهرت عليها الاعراض. اذا كيفاش هاد الثلاث ايام السيد ظهرت عليه الاعراض وطورت جوج من الاشياء، اما هو جا مريض اما ديك الاجراءات اللي دايرين في المطار غير فعاله، يعني بغينا نحنا الامر هذا. وسؤال ثاني عافاك باختصار، السؤال الثاني هو بعد التسجيل ديال هذه الحاله اللي جات من ايطاليا، واش ممكن اللجنه هذه اللجنه المكلفه انها توصي بوقف الرحلات مع ايطاليا او بعض الدول اللي كيتفشى فيها المرض اكثر؟ وشكرا. عبد الرحيم عزيزي من موقع اسبريس، السؤال اللي طرحه الزميل هشام طبعا، انا الاطار عن تقليل من المخاطر ديال الاصابه بالفيروس في البلاد ديالنا، الخطوط الملكيه كانت اتخذت اجراءات انها علقت الرحلات للصين، يعني الدوله اللي يعني موبوءه بالفيروس. يوم امس كان عندنا تواصل معهم، يعني مصادر اكدت على انه تم تعليق الرحلات، يعني استئناف تعليق الرحلات، يعني هو كان يعني كانوا علقوا ومن بعد علقوا الى حين 29 فبراير، ولكن ما داروش البلاغ. من بعد تواصلنا معهم قال لك فعلا تم التمديد لان الخطر مازال اقل، لكن بعض الاخبار رجت يوم امس لان طائره حطت في مطار محمد الخامس للدار البيضاء قادمه من الصين، يعني واش هذا الشيء ما كيشكلش خطر؟ شكرا. بالنسبة للشخص اللي دخل نهار 29 وتكتشف بنت عليه الأعراض نهار 2، راه ملي كنقولوا فترة الحضانة هذه هي فترة الحضانة، فترة الحضانة هذا السيد راه عنده الفيروس قبل من 29. لا ما بانش في المطار، إلا ما عندكش سخانة ما كتكحبش في المطار ما غيبان عليك والو. كنتأكدوها بأنه راه فترة الحضانة كيجي الفيروس كيبقى يمكن يبقى حتى 14 يوم عاد تبدا تبان عليك الأعراض الأولى وغادي تدوز في المطار هذيك 14 يوم ما عندك والو. بالفعل هذاك الشيء اللي كنقول. فإذا المراقبة على الحدود راه عندها واحد ليميت، عندها واحد المحدودية، هي هذه المحدودية ديالو. أنه على الأقل بعدا هذوك اللي داخلين مرات عندنا حدود كبيرة أننا كنكتشفوهم في المطار. بالنسبة لتعليق الرحلات
كنعاود ناكد هذه بحال تجمعات ديال لي راسومبلومون دو ماس. هذا قرار كتحكم فيه ماشي وزاره الصحه وحدها، ولكن لجنه القياده الوطنيه هي اللي كتحكم في هذا الشيء طبقا للمعطيات العلميه اللي كتقدمها وزاره الصحه، علما بان هذا القرار اللي اتخذته الخطوط الملكيه الجويه راه اتخذته ماشي كاعتبارات المسائل الصحيه، راه اعتبارات المسائل الاخرى، لانه مش ما دخلش فيها الصحه، لان البلاد ديالنا ما خداتش كقرار صحي انه تمنع الرحلات من دوله اللي فيها الان الى تلقى في الرحلات فحنا ما عندناش مشكل، لانه الناس اللي كانوا كيجيو من الصين راه بقاو كيجيو، اذا ما جاش في رحله مباشره راه كيجي في رحله غير مباشره، غيجي من شنغهاي ولا من بكين غيدوز لمطار اخر وغادي يجي، راه داكشي علاش درنا ديك الورقه في الطياره كيعمروها، والاخوان في الشرطه كيشوفوا شكون اللي انطلق من بلاد اللي فيها الفيروس منتشر، هذاك الشيء علاش درنا هذه المساله هذه، ومازال غادي تبقى دابا لحد الان حتى هذوك اللي كيجيو من ايطاليا ولا كيجيو من كوريا ولا كيجيو من ايران ولا كيجيو من الصين، راه مازال كنعرفوهم بسهوله في المطارات وفي الموانئ، وكنديروا لهم قياس الحراره باش الا كانوا مرات في هذيك الساعات كيتعرف، ما كانوش مرات في هذيك الساعات راه كنعطيوهم ديك الكتيب اللي فيه داك الرقم وكنحسوهم ها الاعراض المرض، مجرد ما يبان عليك المرض اشنو خصك دير، وهذا انت تمشي تتصل وقول للطبيب ديالك بلي راه كنت مصاب. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.